يخوض النصر نهائي أغلى الكؤوس بهدف الفوز واستعادة اللقب الغائب عنه، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك بالفوز على أحد بنتيجة 5 أهداف لهدف في دور 32. السابق وبخبرة دولية وحضور عالمي، قبل أن يتجاوز عقبة الاتفاق بهدف دون رد في دور 16. ومن ثم أطاح بالشباب من ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 5 أهداف لهدفين. بعيد المنال إلا مع رونالدو، فهو قريب المنال. بعيد المنال إلا مع رونالدو، فهو قريب المنال. الله. كما كسب العالمي نادي الخليج بنتيجة 3 أهداف لهدف في نصف النهائي، ليخطف بطاقة التأهل إلى المواجهة النهائية أمام غريمه التقليدي الهلال. يا كريستيانو، خلص عليهم رونالدو بعمل كبير جدا في اللقطة الماضية.